انت عزيزي برج الثور ستبدأ صفحة جديدة، صفحة بيضاء، صفحة جديدة، لأنك ترى الأشياء الآن بمنظور مختلف. أراك إيجابي بزاف، جميل 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 جميل، أراك قوي، أراك إيجابي، أراك سعيد في الحقيقة، أراك تبتسم وسعيد ولا تفقد الأمل، جميل. أنت عزيزي في هذه القراءة أرى أنك تقول لعقلك اسكت، اصمت، اخرس، اخرس كما يقولون في مصر، اخرس يا قليل الأدب، هذا ما تقوله لعقلك، لأنك عزيزي كنت غارقا في تفكير مستمر، نفس التفكير نفس التفكير نفس، وهذا كان يخلق لك إرهاق وتعب نفسي وخا ومدمر. لكن قلبك قال كفى، اصمت يا عقل. وانت يعني ارى هناك انك يعني قوي بزاف عزيزي برج الثور، لانك انت الان تقوم من تحت الرمال لتبحث عن سعادتك وسلامك، وخا فقط فيما يخص الرزق انا ارى هناك كذلك، هناك طاقة الرزق، وخا الرزق السماوي، أنا أقول الرزق السماوي، طبعا أتكلم عن المادة وما هو دنيوي، لكن أنا هذه طريقة إيمان، وخا هناك رزق وبركة سماوية كذلك، وخا هناك انتظار أو وصول مقدار معين من المال، ميراث أو لا أدري من أين، لكن أو مجهودك أو بعد مجهودك أنت، لكن أرى الرزق. وخا نواصل فيما يخص طاقة عزيزي برج الحمل، عفوا عزيزي برج الثور، ثور أراك قويا، نعم أنت قلت لعقلك اخرس، والقلب الآن من يتحكم والروح، وأنت أخرجت هذه القوة التي في روحك الجميلة، وقمت من تحت الرمال وتبحث عن سلامك ووئامك وسعادتك، والآن أنت تسبح، شوفوا الكارت من جديد، يعني الكثير من الخير والرزق، وخا فيما يخص الحالة يعني المادية، وخا شوفوا الله جميلة بزاف وتتكرر، يعني العدالة تتكرر 2 مرات، أنت الله سيعطيك ما تستحقه الآن، ما كنت تنتظره منذ زمن بعيد، واخا فيما يخص الحالة المادية والعاطفية كذلك، ده بس غادي نشرح لكم، واخا حالتك المادية في هذا الشهر ستكون قوية، واخا أرى يعني مداخل مهمة ستكون يعني من العمل أو من ميراث أو هدايا سماوية، لا ندري من أين ستأتي، واخا لكن أرى هناك يعني رزق في هذا الشهر. فيما يخص طاقتك أنت عزيزي برج الثور، أنت تسبح في الهدوء السماوي، أنت تسبح عفوا تسبح في الهدوء السماوي والحب الإلهي، رزقك في السماء وسينزل، لأن الكرت تتكرر، وخا تتكرر هناك رزق واسع هذا الشهر. ما يخص الحبيب، هذا الحبيب بعيد لكنه سيقترب، سيقربه الله، لأن هذا ما تقوله، يعني هذه كرت العودة وكرت عفوا العدالة، العدالة السماوية، يعني لم يكن عدلا أن يكون هذا الحبيب بعيد، وهذه الكرت تتكلم عن العودة بجوج، عودة هذا الحبيب لأنه يحبك، نعم هناك مشاعر قوية، الله سيقرب منك من جديد هذا الحبيب، لأن هذا الحبيب يعيش في حالة قلق، يعيش في حالة قلق بدون شمسه، هو يوم دون
بدون نور، ليس فيه نور. شوفوا هذا الحبيب قد تكون طاقته ترابية، أسد عفوا ترابية، ثور مثلك، جدي أو عذراء، وقد يكون كذلك طاقته قد تكون هوائية. نعم هوائية ونارية، قد تكون هوائية ونارية كذلك، واخا. لكن المهيمنة هي الترابية مثلك، ثور، جدي، عذراء، لكن كذلك الهوائية، دلو، ميزان وجوزاء، وكذلك النارية. المهيمنة هي الترابية والهوائية، واخا. كارتات جميلة بزاف. هذا الحبيب يعيش، قلنا، في حالة قلق، وسيتصل بك. هذا الحبيب سيتصل بك لأنه يحتاج للتحدث معك، يحتاج لأن يقول لك شيء مهم. هذا الحبيب لديه مشاعر اتجاهك، مشاعر قوية. شوفوا هذا الحبيب لا يعرف أن يعيش بدونك. هذه الوضعية صعبة، هذه القراءة غريبة. عزيزي برج الثور، لكن الحبيب لديه شيء مهم، ربما يريد أن يقول لك سامحني، لكن هناك سيتصل وهناك كلام مهم. واخا، أنت بعد معاناة كبيرة ستنتهي هذه المرحلة بفضل العدالة، فهي تتكرر، العدالة السماوية. واخا، أنت لا تستحق هذه المعاناة، أنت ستشفى، وكذلك أراك قويا، وبفضل هذه القدرة والعدالة السماوية أنت ستشفى روحيا، واخا، ستعالج نفسك بنفسك بفضل هذه الطاقة، بهذه فين هي، بفضل طاقة الشمس، القوة، واخا، تخرجها. وكذلك هذه الكارت تعني أنكما لا يمكنكما، يعني الشمس والقمر لا يمكنكما أن تعيشوا منفصلين، لذلك العدالة السماوية ستقوم بعملها. واخا، هذا قد يكون حبيبي توأم روحك، ولا أدري ماذا حصل، وقع انفصال، والعدالة ستعيده والقدر سيعيده إلى طريقك. واخا، هذا ما تعنيه هذه الكارتات، القمر والشمس والقمر، يعني بحال القصة اللي حكيتها لكم، لا يمكنكم، يعني حب أبدي، لا يمكنه العيش بدونك ولا أنت. حبيبي أنت محظوظ، هذا الحبيب يريد العودة وسيعود، لكن أنت شفيت عاطفيا وروحيا، والآن أنت قوي لمواجهة هذه الحقيقة، والآن أصبح الطريق سهل، يعني يسهل المشي في هذا الطريق. أنت الآن قوي عزيزي، وهذا جميل بزاف. وهذا الحبيب كما قلت يريد العودة، أنت محظوظ بزاف وأنت لا تعرف ذلك، أنت فقط ربما تركز في المعاناة وفي التفكير، لكن لا ترى الأشياء الكثيرة التي وهبها لك الخالق. واخا، أنا أرى الكثير من الخير والرزق. شوفوا مش حال ديال هذا يعني الرزق المادي الكثير، واخا، في هذا الشهر. أنت الآن مستعد، أنا أراك بفضل هذه القوة، أنت مستعد لتكون الآن سعيدا، أخيرا ستكون سعيدا بفضل كل الهدايا السماوية، بفضل عودة الحبيب، وبفضل أنك عالجت وشفيت، نعم، الشفاء الذي قمت به بنفسك، وخشفيت روحيا وعاطفيا، لكن بنفسك أنت تستحق الخير والسعادة، وهذا ما سيصلك هذا الشهر عزيزي برج الثور. أرى حتى سفر، البعض منكم سفر لمكان بعيد، والبعض الآخر ربما رحيل، واخا، رحيل يعني من منزل إلى آخر أو من مكان إلى آخر، لكن أرى الحركة، الكثير من الحركة. واخا، حبيبي كما قلت أنت الآن يعني بفضل هذه القوة وما سيحصل لك في هذا الشهر، أنت ستفتح وردة حمراء في قلبك،
لكن عليك أن تشكر الله أولا على كل ما لديك، فلديك أشياء كثيرة جميلة في حياتك، الفرحة ستعود لحياتك، وخا سترفع طاقتك الإيجابية. وخا كانت قراءة جميلة عزيزي برج الثور، لنرى ما هي رسائل. غادي ناخد 3 ديال الرسائل من رسالة من ملائكة الحب. قراءة جميلة عزيزي برج الثور، غمض عينيك وخد نفس عميق، تنفس هواء السماء الزرقاء واشعر بالسلام الذي هو موجود هناك، وكل شيء ينير، يعني كل شيء يصبح كالنور. يعني شوفوا، تتكلم عن العلاج الشفاء السحري الذي سيحصل لك، يعني سبحان الله ما قلته لك. شوفوا العلاج السحري، تقول لك العلاج السحري سيحدث بداخلك، وهذه هدية من الملاك الذي يحرسك. الله على قراءة شحال زوينة، الله على ميساج شحال زوين. كن إيجابي، كن إيجابي وتخيل، ارسم يعني بخيالك هذه الوضعية التي تريدها في حياتك، فهذا سيحدث التي و يعني ارسم ما تريده، لكن بحب وبنور، بنور الروح، يعني بإيمان قوي وبحب وبإخلاص. واخا، لأن حبك لديه قوة كبيرة في التأثير وفي تحويل الأشياء في المستقبل. طبعا نتكلم عن ما هو إيجابي. والأخيرة تقول أشعر أن النور يحيطك أو يغطيك. الملائكة من جديد تتكلم عن الشفاء، سبحان الله، تتكلم عن الشفاء، عن الوئام والسكينة، لأن هذا س سي يعني سي سيبعد هذا الإعصار، وسيجعل الشمس، وأنا هضرت على الشمس، تكلمت وركزت في الشمس، سيجعل شمس حياتك، يعني الشمس ستنير حياتك للأبد. كن واثقا، الإيمان من جديد، ثق بالله. كانت قراءة جميلة بزاف، لا أعتقد إن كنتم يعني تحتاجون لأن أدعو معكم، لكن سأفعل. يا الله أغمر قلوب كل يعني أحبابي من برج الثور، أغمر قلبهم بالحب بالسعادة، وافتح أبواب الخير يا الله، وأبواب الصبر، الصبر كذلك والأمل. وأتمنى لكم يا أرواحي الجميلة الطمأنينة والسلام، وهذا الشفاء الروحي الذي تكلمنا عنه. يعني القراءة كانت تكرر أن هناك شفاء روحي وعاطفي، وبفضل ذلك أنت سترتفع، ذبذباتك سترتفع يا الله، وستحقق كل أحلامك، وستنادي على الحبيب وعلى توأم الروح وعلى قمرك وعلى شمسك. إذا كنت رجل فهي قمرك، وإذا كنت امرأة فهو شمسك. مثل القصة التي حكيتها لكم، رغم أنه العكس، يعني بالعربية الذكر الشمس هو الذكر، لكن هي العكس، الشمس هي الطاقة الذكرية، والقمر هي الطاقة الأنثوية. كنتمنى لكم الخير، أحبكم كثيرا وبزاف، شكرا وإلى اللقاء.